طيب وليد، قول لي انت يعني دخولك السينما وانت من المحظوظين من النجوم اللي قدروا يعملوا افلام سينمائيه في جيلك وبعد جيلك بكتير ما كانش عندهم الفرصه دي. لا ومع مين؟ قد ايه انا محظوظ فعلا مع كبار نجوم مصر طبعا، اللي هم كانوا نجوم على كتفي انا، وهم اعطوني هذا القدر من القيمه الفنيه. لانه انت لما بتشتغلي مع ناس كبار بتكبري، اشتغلي مع الصغير بتصغري، مع احترامي للناس كلها. فانا كان حظي قوي اني اشتغلت مع كبار المخرجين، بركات، حسن الامام، محمد سلمان، فريد شوقي، مديحه يسري، تصور اللي كنت احلى ما اشوفها، مريم فخر الدين، فكل الناس دي، سعيد صالح، مش عايز انسى حد. الجيل الصغير كان اثار الحكيم وليلى علوي، كان وشي عليهم حل الحمد لله، ولغايه دلوقتي اغانيهم بتتذاع. فانا كنت من الناس المحظوظه فعلا. ما جربتش خالص الدراما؟ يعني زي ما نجحت في السينما كان ممكن تنجح في الدراما. يعني انا بتصور حتى انت دلوقتي تقدر تعمل مسلسلات دراميه لو تعرض عليك عمل مع مصر، وانك تعمل دور في الدراما تعمله؟ في فيلمين عمل فيهم دراما شويه، هي من يطفئ النار لما ضربوا بلدي لبنان وغنيت اغاني زينب، والدراما الثانيه كان بفيلم قمر ليل مع ليلى علوي، عفوا، مع اثار الحكيم هنغام، لما بسيب مامتي وبروح بعيش مع الرقاصه. دول كان فيهم، لكن انا نعرض عليا، اسم الله عليك، مسلسلات، اقصد دراما مسلسلات، ربيت دي فقالوا تعالى عايزينك بقى تعمل ادوار بس ما تغنيش. انا ما رضيتش. انا بحس الفنان ده، ودي انا اتعلمته من عبد الحليم، صح، لانه عرضوا عليه كتير افلام انه ما يغنيش. انا بحس المطرب، الناس حتى قال عبد الحليم انا ما نجحتش كممثل، انا نجحت لان الناس بتحبني، وكانوا يدخلوا السينما عشان يشوفوا عبد الحليم ويسمعوا اغاني عبد الحليم. فانا خفت اني اعمل دراما او اي تمثيل من غير ما اغني. يعني بس تقبل انك تعمل تمثيل في مسلسلات لو هتغني؟ طبعاً. يتعمل دور يعني يبقى لايق عليك انك تغني يعني. هما بيهربوا ليه مش عارف من مسلسلات الغنائيه. انا مش عارف ليه. يعني عندك حياه محمد فوزي. طبعاً. عندك حياه فريد الاطرش. عندك ممكن تعمل دور فريد الاطرش؟ اكيد يشرفني. تعمل تبقى انت شاعرنا الكبير استاذي وحبيبي، لما قعدت بلحن معاه ادوب ادوب في دباديبه، فاكرها؟ ايوه طبعا. فقال لي الاغنيه دي انت اخترتها ليه؟ قلت له ما اعرفش، حسيت لوني. قال لي دي ابتدى فيها يلحنها فريد عندي في البيت هنا. فانت في كتير حضورك، عودك، مجيك على مصر، كل ده بيفكرني بفريد الاطرش. ايوه، فممكن تعمل يعني تعمل سيره ذاتيه عن فريد.